حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم على محمد. ماذا يقال بمدح أكرم سيدي؟ لا شيء إلا الله قبل محمد. قد شع في أفق البصائر نوره شعلا تألق للعلا والسؤدد، لما أراد الله خلق محمد جمع الفضائل ثم قال تجسدي، عذب به تحلو الثغور وطيبها ذكر الصلاة على النبي محمد. اللهم صل. آل النبي آل النبي نجوم في الورى زغر، محمد شمسهم والمرتضى قمر، مطهرون مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. قلبي بكم يا آل طه مغرم، وبحبكم أنا ذائب ومتيم، وبفضلكم بين الأنام مكرم، فإذا وقفت بمدحكم أترنم. صلى الجميع صلى الجميع على النبي وسلموا. اللهم صل وسلم على محمد. نبارك لكم حلول شهر رجب المرجب، والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر الأصاب، قال لأن الرحمة فيه تصب على أمتي صبا، وقال هو شهر الاستغفار لأمتي، فأكثروا فيه من قول أستغفر الله وأتوب إليه. وأيضا زاده شرفا مولد القمر، بداية في الليلة الأولى مولد باقر العلم محمد بن علي الباقر، وفي هذه الليلة صلوات الله عليه مولد إمامنا أبي الحسن علي بن محمد الهادي النقي، والليلة القادمة ذكرى شهادته الأليمة، وفيه كثير من الذكريات وفيه الكثير
من إحياء شعائر أهل البيت، ومنها ولادة أمير المؤمنين، الإسراء والمعراج، ليلة النصف. الله يسلمك. الحديث حول شهر رجب طويل، ليلة القادمة إن شاء الله أتحدث عن الإمام الهادي وما ينبغي علينا في هذا الشهر الفضيل. أسأل الله أن يبارك لنا في هذا الشهر. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام فيه والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش. في كل سنة نحن نحتفي بليلة واحدة تحوي المولدين الشريفين، أولا بداية مولد الإمام الباقر في غرة شهر رجب صلوات ربي وسلامه عليه. السنة 57 للهجرة في المدينة المنورة، أم الإمام الباقر هي شبيهة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهي فاطمة ابنة الإمام الحسن الزكي المجتبى، ووالده زين العابدين علي، ويكنى بأبي جعفر الأول، ولقبه رسول الله صلى الله عليه وآله بالباقر لأنه يبقر العلم بقرة. وقد قال إلى جابر ابن عبد الله الأنصاري: يا جابر، إنك ستدرك ولدا من ولدي اسمه اسمي، شمائله شمائلي، أما إنه يبقر العلم بقرة فأبلغه عني السلام. الأئمة الله تعالى صيرهم أئمة يهتدي بهم الناس. وقد ذكرنا في ليلة مولد الصديقة الزهراء إذا تذكرون سلام الله عليها، يوم رأى النبي خديجة عليه السلام تتحدث مع الجنين الذي في بطنها، فقال: مع من تتحدثين؟ قالت: الجنين الذي في بطنها. فقال: إنها أنثى، وإنها النسل الطاهرة، وسيجعل الله نسلي منها أئمة يهتدي بهم المهتدون. فمن ضمن هؤلاء الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهو غني عن التعريف من حيث الأسرة النبوية الهاشمية الشريفة، تولد من أبوين هاشميين، أبوه زين العابدين وأمه فاطمة ابنة الإمام الحسن. وعاش الإمام الباقر مع جده الحسين ومع أبيه زين العابدين، وتولى الإمامة وعمره 33 سنة. جابر رجل عظيم، جابر من أصحاب رسول الله المميزين، ومن المخلصين في ولائه وحبه لأهل البيت. ووعد رسول الله هو وعد رسول الله، وهو الصادق الأمين، قال: لن تموت، يعني راح تبقى إلى أن تدرك ولد من أولادي. فكان يجلس في المسجد ويقول: يا باقر يا باقر، حتى قال بعض الصحابة: إن جابر يهجر، يا جاء باقر يا باقر، شنو هذه؟ فقال: لا والله لا أهجر، وإنما هو وعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أني لن أموت حتى أرى الباقر. وفي يوم من الأيام شاف واحد غلام يشبه رسول الله في شمائله، في مشيته، في كلامه، فقال: بني ادنو مني. فدنا منه، روح راح، تعال اجى. قال: والله شمائل رسول الله، ما اسمك؟ قال: انا محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب. قال: انت الباقر، هذا اللي وصاني جدك رسول الله أن أراك. فشبك عليه وقال: جدك رسول الله يبلغك السلام. فقال: وعلى جدي رسول الله السلام ما دامت السماوات والأرض، وعليك يا جابر السلام بما بلغت. وبعد يوم عرف هذا الباقر صار ما يفارق جابر، حتى قال البعض: إن الباقر يتعلم من جابر. فلما سمعهم قال: لا والله، إني لأتعلم منه العلوم الجمة. هذا باقر العلم،
هذول أهل البيت الذين الله عز وجل جعلهم خزائن لعلمه. وهكذا جابر كان يتعلم من الباقر العلوم الجمة. بعلم خير نبي قد أمدكم، وخصكم بالذي قد خص جدكم، وللنيابة عنه قد أعدكم، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. آل بيتي طهروا من دنس، ولهم في الحشر أسمى الدرجات، فإذا ما ذكروا في مجلسين فارفعوا أصواتكم بالصلوات. اللهم صلي على محمد. طبعا هو ممن شهد واقعة كربلاء كما تعلمون، وجاءتنا الروايات كثيرة عن طريق الإمام زين العابدين وعن طريق الإمام الباقر عليه السلام، كثير من روايات كربلاء عن الإمام الباقر. وكان يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه فتح باب الجامعة قبل الإمام الصادق هو الباقر، باقر العلم. فكانت الناس تأتي له من كل حدب وصوب، وكان عملاقا في علومه يتحدث عن كل العلوم. فزجت الناس بفلذات أكبادها لتنتقل من نمير علمه الصافي. قال محمد بن مسلم: سمعت عن الإمام الباقر قرابة 30,000 حديث، وطبعا ذلك في شتى العلوم. وكان العلماء إذا أعياهم المسائل كانوا يلجؤون إلى الإمام الباقر سلام الله عليه في حلها. أذكر لكم قصة عن الإمام الباقر سلام الله عليه وعلمه. لما أشخصه هشام ابن عبد الملك، كان يحج الإمام الباقر ويا ابن الصادق، وشاف الناس حواليهم من الحجيج، وخطب الإمام الصادق في الحجيج، وشاف الناس ملتفين، تعرف يصيدهم ضغائن وحسد. فبعدها أشخص الإمام الباقر والصادق إلى الشام. هناك حاول أن يذل الإمام الباقر على العموم. شاهدي كان في قسيس، هذا صب الناس إلى النصرانية بسببه، يعني يطلع كل يوم يسألوه أسئلة عويصة ويجاوبها، يستسقي لهم السماء وتمطر السماء، يجوا المسلمين يستسقوا ما يصير. على العموم مثل زمن الإمام العسكري وقضية ذاك اللي عنده عظم من السماء. فكان عالم هذا القسيس، فلما سمع الباقر شاف ناس مجتمعين، هذا وقت الأئمة أن يفندوا يعني على اللي على غير دين الإسلام، فقالوا له: هنا نصراني يأتي وهو من العلماء والأحبار وعنده علوم من الكتاب. فالناس صبوا إلى النصرانية، فأخذ ابنه الصادق سلام الله عليه وراح وين يجلس؟ قالوا له يجلس هنا. فإجى الإمام الباقر وجلس مع ولده الصادق قبل كل الناس. اجتمعوا الناس، اجتمعوا، إجى القسيس النصراني وحوله حواريه، سووا له طريق وجلس والناس ملتفة حوله. شاف الإمام الباقر كوجه جديد جالس في يعني مقدمة الناس، فالتفت إلى الإمام قال: أنت منا أم من الأمة المرحومة؟
قال بل من الأمة المرحومة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. شوف الآن السؤال والجواب، تواضع أهل البيت عليهم السلام. فقال له: هل أنت من علمائها أم من جهالها؟ أهل البيت لما تسألهم عن العلم هم أهل العلم ومعدن العلم، ولكن تواضع أهل البيت. فأجابه: لست من جهالها، أنا مو من الجهال. ما قال أنا أعلم أهل زماني، أنا لست من الجهال. قال: أسألك فتجيبني، أسألك أم تسألني؟ هذا سؤاله. قال: بل سل أنت ما بدالك، أنت أسألني اللي عندك. وهذا لو تشوفوه في تاريخ الأئمة كلهم، إذا أحد يتحدى الإمام سلام الله عليه، الإمام يقول له: سل ما بداله، اسأل اللي عندك. مثل الإمام الصادق والوليد، مثل أبو حنيفة النعمان والإمام الصادق، مثل ما شاء، مثل الإمام الرضا وفي مجلس المأمون، مثل الإمام الجواد ويحيى بن أكثم، كل يقول اسألون. فقال: اخبرني عن ساعة ليست من ساعات الدنيا ولا الآخرة، لا من ساعات الليل ولا من ساعات النهار، ساعات الليل ولا من ساعات النهار. قال: هي الساعة بين الطلوعين، يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ليست من ساعات الليل ولا من ساعات النهار، مو من ساعات الدنيا والآخرة، ذاك سهو لسان. فقال: هذه الساعة لا تعد من ساعات الليل ولا من ساعات النهار، كما في الروايات: هنيئا للمصلين يحافظون على صلاة الفجر ويبقى جالس إلى طلوع الشمس. أصى أيام شهر رجب والتهجد وقراءة الأدعية وقراءة المنصوص من تراث أهل البيت، اتعقب بعد الصلاة، بعد أن تقرأ دعاء الصباح: يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. الأدعية المنصوصة في شهر رجب، لا يمر عليك شهر رجب ما تقرأها. فهذه الساعة يكتب لك فيها الحسنات الملك الموكل بالليل وبالنهار، لا من ساعات. قال لي: زين، أحسن هذا الجواب. قال لي: ما بالكم تقولوا بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطوا أنتم بكرم؟ أعطني مثل عن ذلك في الدنيا، ما يصير إنسان يأكل ويشرب وما يتغوط. قال: ذاك مثله في الدنيا كالجنين في بطن أمه، يأكل من مشيمتها ويتغذى منها ولا يتغوط. هذا القسيس صفض عجيب، هذا كل ما أسأل سؤال أجد الجواب حاضر. فوقف الآن الكل يسمع. قال: سأسألك سؤال لن تحير له جوابا. قال الإمام: سل ما بدا لك. قال: اخبرني عن اثنين حملت بهما أمهما في يوم واحد، وولدا في يوم واحد، وماتا في يوم واحد، إلا أن عمر أحدهما أكبر من الآخر بمئة عام. شلون يعني؟ اثنين ولدوا في نفس اليوم، هذه كنت تشوفها في المسابقات لأولادنا. اثنين ولدوا في نفس اليوم، حملت بهم نفس الوقت، وانولدوا في نفس اليوم توأم، وماتوا في نفس اليوم، واحد عمره 150 وواحد عمره 50، شلون؟ ما فرحان القسيس، ماكو جواب. قال: ذاك عزير عزراه. عزير وعزرة ولدا في يوم واحد، ولما بلغ 50 سنة مر عزير على قرية، قال: أن أحيا هذه إلا بعد موتها، فأماته الله 100 عام. لما مات 100 عام بقى عمره 50، ولا أما عزرة الفترة اللي ذاك ميت فيها هو عايش، ثم بعثه الله ومات في يوم واحد، صار عمر واحد منهم 150 سنة وواحد 50 سنة، لأن ذاك اللي ميت 100 سنة ما محسوب من عمر، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. 100 عام ميت، هذاك ما ميت،
فولدا في يوم واحد وماتا في يوم واحد وعمر أحدهما أطول من الآخر بمئة سنة. فقام النصراني ينفض ثيابه وقال: والله لا عدت لهذا المكان بعد هذا اليوم أبدا، وفيهم هذا الرجل وهو أعلم أهل زمانه. قلبي بكم يا آل طه مغرم، وبحبكم أنا ذائب ومتيم، وبفضلكم بين الأنام مكرم، فإذا وقفت بمدحكم أترنموا. صلى الجميع على النبي وسلموا. اللهم صل وسلم. الإمام الهادي ما راح نتحدث كثير لأن الليلة القادمة عندنا الوفاة، راح نتحدث. مولده في عام 212 وشهادته 254، عمره وقت شهادته ترى في سن الكهولة الإمام الهادي، عمره 41-42 سنة، وقاس ما قاس الأمرين في زمن عتاة أهل زمانه: المعتصم، الواثق، المتوكل، المنتصر، المستعين، المعتز، ستة من الطواغيت. ولكن كانت ولادته وحياته كحياة أبيه الجواد عليهما السلام. إمام الجواد تولى الإمامة في عمر 8 سنوات، إجا الإمام الهادي سلام الله عليه تولى الإمامة في عمر 8 سنوات وأشهر. ولأن الإمام الجواد بالنسبة للناس تجربة جديدة، يعني إمام 8 سنوات، حدثنا في ليلة وفاة الإمام الجواد كثير. فيأتي الإمام الهادي كذلك، وأعتى طواغيت زمانه: المعتصم غير الواثق، المتوكل العباس. شوف هاي القصة اللي تنقل عنه في صباه. أمر والى المدينة أن يستأجر مربي إلى الإمام الهادي لكي يزويه عن نهج آبائه. تعال هذولي زقوا العلم زقة وكل شيء يعرفون، خلي يصير تعليمهم من طريقنا هالمرة. بشوفوا لنا واحد ناصبي مبغض من أجل يبعد عن طريق آبائه. ما شافوا أحد وأشدوا بغضا لأهل البيت أكثر من الجنيدي. جنيدي فقالوا لي: يلا إلزم هذا، بعد ما نريد أهل البيت بهذا الصيت وهذا العلم، أنت اللي تعلم علم الأشياء اللي تبعده عن نهج أهل البيت. بعد أيام يسألوه: ما حال الغلام 8-9 سنوات اللي عندك، تعلم شلونه؟ هذا جنيدي الناصبي شي يقول؟ يقول: تقولون الغلام ولا تقولون الشيخ، إن الناس يظنون مثل جابر. شوف شلون نفس القضية: إن الناس يظنون بأني أعلمه، ولكني والله أراه أعلم في كل الأمور، وهو خير من برأ الله. النبي أوكل إلى أم سلمة رضوان الله عليها، صلى الله على النبي وآله، تأديب فاطمة. تقول أم سلمة، فاطمة أدبها ربها، تقول: والله وجدتها أأدب وأعرف في كل الأمور. أن أم سلمة أدب فاطمة، أدبها ربها، أهل البيت أدبهم ربهم على العمق. زقوا العلم زقة. يسألوا بعد أيام: خبرنا عن هذا الغلام، ايش صار به؟ قال: والله إنه ليحفظ القرآن من أوله إلى آخره، وهو أعلم بتنزيله وتأويله وتفسيره.
وإني لأطلب منه أن يقرأ لي سورة من القرآن، فيختار السور الطوال، يختار السور الطوال فيقرأها عن ظهر قلب ولسانه يفرغ عن مزامير داود، إنه والله خير من برأ الله تعالى. هذا الفضل ما شهدت به الأعداء. مر على التاريخ شوف يا يزيد، دع هذا المريض العليل يصعد على الأعواد، فما عساه أن يقول وما يحسن هذا العليل؟ قال ويحكم، يعرفوهم، إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا، والله لئن صعد على الأعواد لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل مروان. قالوا له خليه يركب ما يفتهم شيء. فلما صعد الإمام السجاد عليه السلام على تلك الأعواد، وإذا الناس وقف شعر رأسها كأنه السيل الجارف، ولسانه يفرق عن لسان جده الحبيب المصطفى محمد. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما يا وفاطمة. نذكر لنا كرامة كرامتين هذه وليلة القادمة نتحدث عنه إن شاء الله. طبعا لا يلوق لطغاة زمان أهل البيت يخلوهم هكذا والناس تأتي إليهم من كل حدب وصف. عبد الله بن محمد والي المدينة يرسل إلى المتوكل يقول لأميرين في بلدتين، أنت في بغداد وابن الرضا في المدينة، وقد صبا إليه الناس ويجمع السلاح والعدة والرجال، إلك حاجة في المدينة عجل تعال خذه. فيرسل إليه يحيى بن هرثمة في 300 رجل ويأخذ الإمام الهادي مثل ما أخذوا أبوه الجواد والكاظم والرضا، وأهل البيت كلهم شردوا عن وطن جدهم، فأخرجوه بأبي وأمي وودع المدينة وداع من لا يعود. فأخذوه على طريق البادية لكي لا يفتتن الناس، هنا بانت المعاجز للإمام صلوات الله عليه. بينما هم يسيرون في القيض، قيض حر، شافوا الإمام لبس ثياب شتاء ولبس ما يقي من المطر، فصاروا يتضاحكون ويتهامسون، تعال هذا لابس شتوي وإحنا حتى أنت لو تشوف لك واحد لابس كوت، إحنا الناس العاديين يعني واحد لابس كوت في الحر ممكن نتهامس عليه، تعال الحر هذا شو لابس ولا لا؟ فصاروا يتهامسون ما عليه منهم. ساعة تجمعت السحب أرعدت أبرقت السماء، وإذا مطر غزير جدا، الثلاثمائة نفر اتبللوا بلل ما إليه أول ولا تالي، الإمام مرتاح بيصيب بلل. فالتفتوا إليه بعد أن غرقوا من الماء تقريبا، قالوا كيف عرفت بأن السماء ستمطر؟ إخواني هذا الشيء يسأل الأئمة كثير، ممكن يقولوا إحنا عندنا علم الكتاب، عندنا الاسم الأعظم، علمني رسول الله 1000 باب من العلم، وأمير المؤمنين أودعه في قلوب الأئمة من ولد، ولكن أجوبتهم متواضعة أحيانا. قال أنا ربيت في البادية، أنا تربيت في البادية وأعلم متى تمطر السماء، بس فمشوا مشوا مشوا عطشوا نفذ الماء والطعام اللي عنده، رحمة الأئمة رحمة أهل البيت، والإمام الحسين يبكي على شمر وخول، ليش هم يستاهلوا دمعة من الإمام؟ ولكنهم أنتم الرحمة الموصولة. وطبعا زيارة الجامعة إخواني هي واردة عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه،
زيارة الغدير واردة عن الإمام الهادي العالية المضامين، زيارة الجامعة وزيارة الغدير. فقال إني أعلم أنهار على بعد أميال. الآن إحنا في تاروت عايشين في القطيف، لا يقول لنا واحد أكو في نهار في حلة محيش، أكو في نهار وأكو في كذا، يقول وين أنهار عندنا؟ إحنا ما عندنا أنهار. هذولين يعرفوا رايحين جايين، قال ما عهدنا في هذا المكان من أنهار ولا أشجار. قال بلى وما يضرنا. فمالوا مالوا مالوا، وهذه حدثت الإمام الهادي في أكثر من موقف. وإذا هي أنهار جارية، مذكورة هذه في التاريخ مو من عندي جايبة، وسماء ضاحية وأشجار وثمار وطيور. الله هذه جنة، هذه هاي من وين جاية هذه؟ فأكلوا وشربوا واستراحوا، ما يريدوا يمشوا من حلاوة المكان. الإمام جالس يسبح الله ويقدسه، وصاروا يتكلم: هل عهدتم في هذا المكان مثل هذه الجنة؟ والله احنا مرينا عدة مرات ما شفنا. فمشت القافلة، أحدهم في عندنا أمرين في القصة، أحدهم وضع علامة في المكان قيل وكز سيفه أو رمحه، وعندنا رواية ثانية نسي إبريق فضة واحد منها. سارت القافلة خلنا نقول ساعة من الزمن، فقال واحد أنا أرجع أشوف المكان اللي إحنا ما عهدنا فيه من أنهار الآن إيش صار بعد ما مشينا. أو الثاني اللي قال نسيت إبريق الفضة أروح أجيبه. فلما رجع ما وجد إلا صحراء قاحلة لا فيها أنهار ولا أشجار ولا ثمار. ثم صار ينظر يمين شمال، فرجع إلى القوم قال رجعت إلى المكان وشفت سيفي اللي غرزته، شفت رمحي اللي غرزته، لكن المكان غير المكان، المكان غير المكان، لا أنهار لا أشجار لا لا. فصار كل واحد منهم ينظر إلى الثاني غير هذا، وهم يمشوا وقفوا يستريحوا، وإذا خباء خباء بادية طلعت مرأة من البادية. هسا أسألني إش مدريها؟ ما أدري. إش مدريها أن وياهم علوي؟ تقول لهم أين العلوي الذي معكم؟ مخبرة من قبل بعض الأحبار عندها علم، ما أدري قصة هكذا. قالوا لها هو جالس هناك العلوي ابن الرضا. فجاءت تحمل طفلا صغيرا بين يديها، وهذا الطفل أرمد العينين منذ أن ولد لا يبصر، فوضعته بين يدي يا ابن رسول الله ادعو الله عز وجل لعل الله يرد عليه بصره. كنت أقرأ في المدينة الليلة البارحة واللي قبلها، عندهم أيضا قريت عن الإمام الهادي ليلتين. واحد من المؤمنين طلب مني دعاء، ذكرني الآن بهذه الطفل، يقول ولده لي مولودة بس بعين واحدة، عين واحدة بس، يقول جميلة وكل شيء تمام فيها، العين الثانية شلون يعني ما تفهم؟ قال لا أصلا ما فيها عين، أصلا ما فيها عين، عين مكانها مسدود بس عين واحدة. وهي العين الثانية تبصر؟ قال الحمد لله تفتح، بس الثانية ما بيغى. قلت له بعد الله يعوض إن شاء الله بركات الإمام الهادي. وقلت للبارحة قلت هذه قصة من الإمام، إن شاء الله ببركات الإمام. جابوا الطفل خلوه بين يديه، أخذ شيئا من ريقه الشريف ومرره على عيني ذلك الطفل، ودعا بدعوات لم تحجب، وإذا قد رد الله عليه بصره ببركات الإمام الهادي. الله وساروا وساروا وساروا، وصلوا إلى سر من رأى ختام. أتكلم عن كرامات الإمام. وهناك أودعوا الإمام في مكان يقال له خان الصعاليك، راح تسمعوا من الخطباء كثير الليلة وليلة القادمة خان الصعاليك، يعني لا أرادوا هين أحد يخلوه في هالمكان، مكان قاذورات لا يليق بمقام الإمام سلام الله عليه. فقال له واحد من أصحاب الإمام محبيهم يا ابن رسول الله أهانوك
وأنزلوا من قدرك حتى وضعوك في خان الصعاليك. هذا مو مقامك، أنت ابن رسول الله. الإمام يلتفت إليه ويقول: يا صالح ابن سعيد، أتظن بأننا في خان الصعاليك؟ وهذا اللي عند أهل البيت، ما عد غيرهم بأبي وأمي، وعندهم الاسم الأعظم، والله تعالى سير الكون تحت إرادتهم. وهناك كثير من القصص، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الله أعطاهم كل شيء. زين، قال: فدر بطرفك يمينا وشمالا، فدار بطرفه، وإذا جنات وخدم يخدمون الإمام، وأشجار وسماء ضاحية. فهذا تعجب صالح ابن سعيد، قال: يا ابن رسول الله، ما هذا؟ قال: لسنا في خان الصعاليك، هذا لنا حيث نزلنا، ولكننا لا ننافسكم في الدنيا، احنا مشغولين عن هالدنيا بأمور أخرى. صلوات ربي وسلامه عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، بأبي أنتم وأمي، وهو القائل في الزيارة الجامعة: يعلمنا كيف ندعو كيف نزور، معكم معكم لا مع عدوكم. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. ونادي أنا باسمك لارفع صوتي. يلا يا شباب عليكم الآن، والله. ونادي في كل محفل يا أبو محمد، ونادي والله في كل محفل يا ابو محمد، ونادي غصن الدين، غصن هالدين متروي، ونادي بفضلك صارت اوراقا ندية، وهني على الشيعي، هني على الشيعي، هني على الشيعي، هني على الشيعي، يقول: وعدي طلعت وقصدي الهادي، وعدي طلبت حاجتي ما خاب، وعدي علي 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 ينكتب هاليوم، والله وعدي أنا بجاهك، والله بجاهك أسكن الجنة العليّة.